بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف السادس لابتدائي اللغات، معكم مستر طه الغيطي من قناة ذاكر الإحصائية ومميز. إن شاء الله هنكمل بقية الشرح بتاعنا، وده يعتبر مراجعة سريعة اللي إحنا خدناه. ركز معايا، والحاجات اللي اديتها لك المرة اللي فاتت المفروض تراجع عليها أول بأول، تكون أنت كتبتها في النوت بوك بتاعتك، علشان دي حاجات مهمة جدا جدا جدا. هنا بيقول الانتجرز هنشيل منها الناتشورال نمبر. الانتجرز هنشيل منها الناتشورال نمبر يديني ايه؟ زي ما احنا كنا حفظنا، هنشيل منها الناتشورال نمبر يديني الايه؟ النيجاتيف انتجرز. طيب قال لك هنا ان البوزيتيف انتجرز، البوزيتيف انتجرز يونيون الزيرو، يونيون الزيرو يديني ايه؟ البوزيتيف انتجرز طبعا برضو في القول اللي احنا خدناه اللي هي عباره عن 1 2 3 4، هنحط على زيرو تبقى 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 دي مين دي بقى؟ الزد نيجاتيف؟ لا طبعا. الزد لا طبعا، لان هي برضو عايزه نيجاتيف. تمام، يبقى دي موجوده ولا دي موجوده؟ يبقى هيكون مين؟ الناتشورال ايه؟ نمبر. الناتشورال نمبر هنا بيقول لي البوزيتيف انتجرز يونيون 0 يونيون نيجاتيف انتجرز يديني ايه؟ يديني ايه؟ طبعا هيديني كله ايه؟ انتجرز الزد. هنا طبعا اليونيون بجيب الكبير، هنا اليونيون بجيب الايه؟ الكبير. طب هنا يا مستر يعني ما جبناش الكبير ليه زي ما انت كنت بتقول كل مره؟ لان هما دول اتنين اصلا صغيرين، دول اولاد مع بعض. هنا بجيب الكبير، مين الكبير؟ الناتشورال نمبر ولا الانتجرز؟ اكيد مين؟ الانتجرز في الشجره العيله اللي احنا عرفناها. والانترسكشن بجيب الصغير، انترسكشن بجيب الايه؟ الصغير. مين الصغير؟ الناتشورال ولا الانتجرز؟ هيكون الناتشورال. طيب هنا برضو هجيب الايه؟ الناتشورال نمبر يونيون الانتجرز النيجاتيف او النيجاتيف انتجرز يديني ايه يا اولاد؟ خدناها برضو الحصه اللي فاتت، هيديني الايه؟ الزد. قال لي هنا اف اكس سبست السيت تو اند نيجاتيف 3 انترسكشن 5 نيجاتيف 3 زين اكس ايكوالز ايه؟ اولا دي كل ده عباره عن دي كلها على بعض على بعضها عباره عن مساله، يبقى انا المفروض احل المساله دي. دي كلها دي عباره عن ايه؟ عن مساله. فانا عايز احل مساله الانترسكشن، يعني بجيب الارقام المتكرره. هي ايه الارقام المتكرره؟ هتبقى النيجاتيف 3 صح ولا لا؟ المتكرر هنا انترسكشن بجيب المتكرر اللي هو النيجاتيف 3. بقول لي هنا الاكس سبست نيجاتيف 3، يعني نيجاتيف 3 اللي هي الايه؟ الاكس. يبقى نيجاتيف ايه؟ 3. طيب هحل دي الاول، الابسوليوت ده يبقى 1 اوفر 3، والنيجاتيف دي زي ما هي النيجاتيف. طبعا النيجاتيف دي جوه الابسوليوت هتطلع برضو ايه؟ 1 اوفر 3. 1 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 ايكوالز ايه؟ عامل بالظبط زي ما اقول لك 4 ماينس 4، ما هي هي برضه هو نفس الرقم ماينس نفسه يديني ايه؟ 0. يبقى كله ده عباره يديني ايه؟ 0. هل يا ترى الزيرو ده موجود في الانتجرز؟ موجود في الانتجرز. يبقى اجيب له بلونج ولا اجيب له سبست؟ اجيب له بلونج ولا اجيب له سبست؟ هيبقى ايه؟ هجيب له ايه؟ بلونج. ليه؟ اشمعنى؟ عشان ما عندوش ست، عشان ما عندوش ست. طيب هنا عندنا في حاجه اسمها الانفيرس. ايه؟ انفيرس. يعني ايه الانفيرس؟ الانفيرس دي يعني عكس الاشاره. اشاره؟ الاشاره اللي هي النيجاتيف والبوزيتيف. لو جه قال لي مثلا ايه؟ نيجاتيف 2 اجيب الانفيرس بتاعها، انفيرس يعني هي نيجاتيف اجيبها ايه؟ بوزيتيف 3. هنا نيجاتيف 3 اجيب عكسها بوزيتيف 3. هنا 12 بالبوزيتيف طبعا، بس يا مستر مش مكتوب بوزيتيف، ما هو البوزيتيف ما بيتكتبش. البوزيتيف ما بيتكتبش. طب يحصل حاجه يا مستر لو انا كتبته؟ لا طبعا ما بيحصلش حاجه، بس لو كتبته كده يبقى انت مش بروفيشنال، يقول لك ده واد حافظ، واد لسه على قده، فما تكتبهاش. انت عارف ان هي ما تتكتبش يعني بوزيتيف. يبقى هي هنا بوزيتيف اجيب عكسها يبقى نيجاتيف. الزيرو اجيب واحد يقول لي ده هنا بوزيتيف يبقى نيجاتيف زيرو، مفيش حاجه الزيرو لا له لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. الزيرو لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. تمام؟ هنا بيقول لك انا عايز الانفيرس بتاعه يعني عكس الاشاره، هو اصلا ملوش عكس اشاره، هو اصلا ملوش اشاره. تمام؟ يبقى الانفيرس بتاعه ملوش دي يعني ايه زيرو؟ ملوش دي يعني ايه زيرو؟ مفيش. ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف. ده هنا بقى ايه؟ ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف. غلط. امال ايه؟ احل الابسوليوت الاول، تحل الابسوليوت اللي هو نيجاتيف 34 اجيب عكسها يبقى بوزيتيف 30 ايه؟ هو هتطلع اصلا بوزيتيف 34. احلها الاول تطلع بوزيتيف 34، لان احنا عرفنا ان اي رقم جوه الابسوليوت بيطلع بايه؟ بالبوزيتيف. حتى الانفيرس بقى يبقى نيجاتيف 34. نيجاتيف 34 قلت له ده هو اللي كانت جوه. اللي كانت جوه ريبريزنت اتش نمبر ان ذا انفيرس اون ذا نمبر لاين. ايه نمبر لاين دي؟
نمبر لاين، نمبر لاين خط الاعداد، وده طبعا مهم جدا جدا جدا. نمبر لاين، نمبر لاين خط الاعداد مهم قوي قوي قوي. ايه خط الاعداد ده؟ عباره عن خط كبير كده، تمام. وهنا مثلا في النص هنا ده زيرو، وهنا 1 على اليمين، 2 3 4 5 6 7 سو اون، يعني سو اون لاخر الاعداد بقى. طب وهنا نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف 2، نيجاتيف 3، نيجاتيف 4، نيجاتيف 5، نيجاتيف 6. والله والله. والزيرو طبعا في النص، الزيرو اللي هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف، ديت الزد بوزيتيف، ومن اول نيجاتيف 1 الزد ايه؟ نيجاتيف. الزد ايه؟ نيجاتيف، تمام يا مستر. وده النمبر لاين بقى. يعني هنا بقول لك بقى ايه؟ مثل على خط الاعداد اللي هو الانفيرس بتاعه، يعني ده 3 بوزيتيف 3 يبقى عكسه ايه؟ النيجاتيف 3. نيجاتيف 3 عامل ايه؟ سيركل كده، واقوم ايه؟ ملون بس. طبعا ما هيبقاش في الامتحان، لانه مش هيقول لك في الامتحان حاجه تافهه وعبيطه يعني. هنا نيجاتيف 4 هتبقى بوزيتيف 4، الانفيرس بتاعه، وتعمل على خط الاعداد نمبر لاين. الزيرو ملوش، يبقى زيرو نيجاتيف 99 هيبقى ايه؟ بوزيتيف 99. طبعا عايز هنا بقول لك حل دي، ابسوليوت نيجاتيف 5 يديني 5، ابسوليوت 2 يديني 2، ابسوليوت 0 يديني 0، ابسوليوت نيجاتيف 100 يديني 100، اي حاجه جوه تطلع بالايه؟ بالبوزيتيف. و21 تدي 21، وهنا 10 هنا برضو ايه؟ 10. خلاص يا ولاد خلاص، تمام تمام طيب. هنا بيقول يا ولاد، هنا بيقول لي طبعا شويه اسئله برضو حل زي المراجعه، ده هتطلع ب 3 وده هتطلع ب 2، وهنا بوزيتيف في النص، 3 بلس 2 ايكوالز ايه؟ 5. ودي 5 ودي 4، 5 ماينس 4 ايكوالز ايه؟ 1. طيب نيجاتيف ده نيجاتيف يبقى 100، والنيجاتيف دي زي ما هي او سبتراكت دي يديني 50، يديني اول في الاخر 50. ده يديني 12، وده ماينس وده 12 يديني في الاخر اولاد 0. ده 0 وده بلس يبقى بلس. نيجاتيف 7 هيطلع برضه بال 7 يديني ايه في الاخر يا اولاد؟ 7. ده 5 يبقى 5 نيجاتيف نيجاتيف، وده 5 برضه 5 يديني برضه ايه؟ 0. ده 2 يبقى 2 بلس 2 يديني يا اولاد 4. وده 0 بلس 5 يديني 5، وده 5 طبعا نيجاتيف 5 هيطلع ب 5 بلس 7 ايكوالز 12. ده 2 هيطلع لي بال 2 ابسوليوت كده بلس، وده هيطلع 13 يطلع لي ايه في الاخر؟ 50. Find the edge of the following. ده يطلع بايه؟ 3 باي، وده يطلع لي ايه؟ 5 يديني ايه؟ 15. وده هيطلع لي 10، وهنا باي، وهنا 2 زي ما هي يديني 20، وهكذا بقى. انت تكمل مع نفسك انت، حاجات سهله وعبيطه. Find the value of x. عايز قيمه الايه يا اولاد؟ الاكس. انت معايا؟ بقول لك find the value of x. الفايف هندخلها جوه هنا جوه الابسوليوت، يبقى هتطلع بحاجتين عشان تجيب قيمه الاكس. اكس اكس دي يعني نقط. يبقى الفايف ده لما كان جوه كانت عباره عن ايه؟ كانت بوزيتيف 5 ونيجاتيف 5. بوزيتيف 5 ونيجاتيف ايه؟ 5. ال 12 برضو لما كانت جوه كانت عباره عن ايه؟ 12 ونيجاتيف 12. الزيرو لما كان جوه، شوف حتى الطالب اللي كان هنا عامل لي نيجاتيف 0 غلط طبعا، يبقى 0 ملوش قيمه ثانيه. لا طبعا. طيب هنا برضو الاكس هنا بره الابسوليوت، يعني هنا نقط، يعني كانها مساله عاديه زي اللي فوقها دي. الابسوليوت بتاع النيجاتيف 101 يديني 101، يبقى هنا 101. الاكس بره، بره الايكوال او جنب الايكوال، هنا بره، يبقى تطلع بالايه؟ هتحل دي عاديه 3 عادي كانها نقط. طيب الاكس هنا بره يبقى عاديه، نيجاتيف 4 هتطلع لي في الايه؟ بالفور. ان شاء الله ناخد الحصه الجايه بدايه الدرس الثاني. خليكم معايا، اشوفكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.